طبعا الشباب في الاستوديو يباركوا لك ويقولوا لك الف مبروك هذا الفوز، الف مبروك باسم الشعب السعودي نزفوا لكم، يعطيكم الصحه والعافيه، بصراحه فرحتونا اليوم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، وبارك وارفع اسماء التبريكات والتهاني لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد بهذا النصر المؤزر الحمد لله في نهايه مشاركتنا في كاس العالم. والشكر والامتنان والتقدير لمعالي المستشار التركي للشيخ على دعمه وبارك له هذه النتيجه، وشكر لكم انتم الاعلام على التغطيه والتواجد وخصوصا برنامجكم وقناتكم المميزه ودورها في نقل مشاركه الاخضر بكل ما فيها ومن كل النواحي في كاس العالم. اللهم لك الحمد جبرت خواطرنا، الله يعني جبر خواطرنا بالنتيجه اليوم والاداء المشرف وظهرت الشخصيه الحقيقيه للاخضر التي ظهرت ايضا في مباراه الاورجواي، لم تكلل بالنجاح ولم نحصل على النتيجه المطلوبه، لكن اليوم مستوى ونتيجه واداء مشرف، وكانت ممكن تكون نتيجه ايضا اكبر وضعنا ضربه جزاء والعديد من الفرص. ابارك لابنائي واخواني اللاعبين واشكرهم شكرا كبيرا يعني فردا فردا على جهودهم، 23 لاعب، جهاز فني، جهاز اداري، وفريق اعداد لكاس العالم، الكل ادى دوره وجاءت المشاركه كثاني افضل مشاركه في تاريخ الخمس مشاركات اللي تشارك فيها المنتخب. اللهم لك الحمد حتى ترضى وان شاء الله الافضل في المستقبل. دكتور اكيد لكم تقييم لهالمشاركه بشكل عام، كيف تقيمها من 100؟ ما في شك يعني كنا نتمنى وبما وفرت من امكانيات لنا والبرنامج الذي يعني تم العمل عليه، برنامج اعداد وطموحات الجماهير وتوجيهات القياده، كنا نتمنى ان نتاهل لدور 16. ولما تنظر للنتائج يعني اليوم الاورجواي فازت على روسيا بالثلاثه، واحنا كدنا يعني ان نسجل في الاورجواي وكنا افضل منهم، فالمنتخب عظيم. كان لدينا كبوه في مباراه الافتتاح، استطعنا ان نتجاوزها ويعود الاخضر بشخصيته. ولكن جاءت النتيجه انه نخرج بثلاثه نقاط ولم نتاهل. جميل. لكن لعلها يعني دائما امورنا الى خير، يعني كل تجربه تتعلم منها. منتخبات كبيره على مستوى العالم ظلت سنين بعيده، خذ لك مثلا المنتخب الانجليزي، المنتخب الاسباني، انا لا اقارن ولكني احب يعني نطمن الجمهور الكريم والاعلام انه في عمل دؤوب وفي توجيهات من القياده وفي دفعه كبيره من معالي المستشار وتذليل العقبات والصعاب، وان شاء الله نخطو خطى بثبات وامامنا استحقاق مهم كاس اسيا وفتره جيده للاستعداد ان شاء الله حتى يعود الاخضر بطلا كما كان باذن الله. يا رب الله يسمع منك يا دكتور، بتزي مستقبله مع الاخضر في الساعات القادمه ان شاء الله يتحدد كل شيء باذن الله. بصراحه يعني طالع في كذا اشاعات وفي كلام انه بتزي ممكن ما راح يكون مع الاخضر السعودي، يعني هو تقييم التجربه زي ما تفضلت انت، احنا للتو انتهينا من المباراه ان شاء الله، في كثير من الامور نعمل عليها الان لتقييم التجربه من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الاداريه والنتائج والاخر، وحتى تخرج القرارات التصحيحيه نحافظ على مكتسباتنا التي وصلنا اليها والاخطاء تصحح. راضين عن بيتزي؟ المدرب حقيقه يعني شفت الاداء في اخر مباراتين اداء عظيم. يعني راح يستمر معنا في كاس اسيا؟ يعني انا اقول لك خلال الساعات القادمه يعني عطنا كذا خبر انه على الهواء الان والجو ما شاء الله ممتاز والجمهور مبسوط. مش قصه خبر، انا اقول لك قصه يعني تقييم للعمل كله. للتو انتهينا من المباراه، فبالتاكيد حتى انتم في عملكم الاعلامي لما تنهي البرنامج اكيد تجلسوا مع المخرج والمقدم تقيموا ايش راح صح ايش خطا عشان تصححوا الحلقه القادمه. ما شاء الله قراراتكم على طول عاجله، طلعتوا الان بقرار جديد يهم اللاعبين الان. كيف كانت أصداء؟ بصراحة بعض اللاعبين يتكلمون على موضوع 50% هذه، ممكن توضح لنا؟ لا طبعا من المهم جدا أن يعي الجميع أنه المال هو عصب الحياة وهو عصب الرياضة بصفة عامة، لا تستقيم رياضة إلا على عمودها الفقري اللي هو الجانب المالي. الجانب المالي دائما يحتاج تنظيم ويحتاج حوكمة ويحتاج ضوابط، وهذا ما نسعى إليه من خلال أنه نشوف إيش أفضل الممارسات العالمية، نحاول يعني نطبق الشيء الذي يعني يتوافق مع متطلباتنا. فاليوم احنا نحتاج انه نعطي فرصه للاعب السعودي يخرج الى الخارج، الافضل هو الذي يستحق ان ياخذ الافضل من ناحيه مداخيل. الانديه لا تحمل فوق طاقتها بعقود متضخمه، لا يحصل تنافس وهمي على اللاعبين، كل واحد ياخذ حقه بالعرض والطلب.
وهذا امر معمول به في كل دول العالم. فمن هنا جاءت حزمه من التنظيمات، وكنا على اعتاب كارثه كما يعلم الجميع لولا التدخل الذي يعني جاء من القياده من سيدي سمو ولي العهد وحل المشاكل الماليه وتقديم الدعم للانديه وسد القضايا الخارجيه وتجديد العقود بالنسبه للاعبي المنتخب والامور التي المكرمات التي جاءت قبل الكاس العالم. فهذا دافع لنا انه لا تنعاد القضيه مره اخرى، لا تتراكم الديون مره اخرى، لا يكون في مشاكل ماليه مره اخرى. فليس امامنا طريق الا ان نحاكم هذا القطاع، وهذا هو المطلوب. القرار من اليوم راح يكون قرار نافذ نهائي، ما في شك. الاتحاد السعودي والجهه المشرعه بالنسبه لكره القدم خرجت القرارات، طبعا لم تخرج وليدة الصدفه، هذا عمل مرتب. وان شاء الله يبدا تطبيقه، احنا على اعتاب موسم الان. يعني اللاعب موسم قوي جدا، موسم ناري وتعاقدات، يعني شايفين مع الوزير الدعم اللي بيقدمه الانديه في التعاقدات في حتى يصبح الدوري السعودي ان شاء الله دوري من اقوى الدواري باذن الله. لغه عادل عزت لغه واحد راح يستمر، الاشاعات الطاردة كثير، عادل عزت راح يقدم استقالته بعد كاس العالم، عادل عزت ماشي. نبغى نعرف من عادل عزت لا يعني ليش امشي؟ اسال الاشاعات اللي طاردك. والله الاشاعات موجوده في المجال الرياضي، سواء انت منتصر سواء انت فايز، في الافراح في الاتراح دائما الاشاعات هي ملح المجال الرياضي. بس انا ليش امشي؟ اللهم لك الحمد، دعم غير عادي من القياده، دعم غير مسبوق من معالي المستشار، ويضع ثقته في وانا احب هذا الرجل وكل الاحترام والتقدير والفخر اني اعمل مع رجل في اقامته. فنسال الله عز وجل يعني التوفيق. احنا في فتره يعني انا رئيس الاتحاد لمده 4 سنوات، مضى منها سنه ونص، باقي سنتين ونص عاد استحملوني. لا مستحملينك وحابينك، بس الضغط جاك يعني، فحبيت انا استفسر لك ترد على الاشاعات اللي قاعده تطاردك. انا بطبيعتي كما تعلم يعني بعيد عن الاعلام، ولا التفت كثيرا لما يكتب في تويتر، لانه حتى ليس لدي حساب زي ما تعرف. فبالتالي الافضل انه الواحد يتغاضى عن الاشاعات ويحاول ان يركز في العمل ثم العمل، ونسال الله عز وجل التوفيق. يعني احنا نؤدي مهمه للوطن. يعني انت مغبوط على الفتره اللي انت فيها الان ما شاء الله تبارك الله، لانها فتره ذهبيه. لا الحمد لله والشكر لله، فضل من الله عز وجل، الفضل لله عز وجل ثم لقيادتنا. ان نتاهل لكاس العالم بعد 12 سنه من الغياب، ان نظهر بالمستوى المشرف في اخر مباراتين كما لاحظنا، ونفوز وتكون ثاني افضل مشاركه، ونعود ونحوكم القطاع الرياضي، وهذا الدعم الذي نلقاه من سداد للديون ويعني حل المشاكل والتطوير الذي يقوم به معالي المستشار في كرة القدم وفي الرياضة بصفة عامة. لكن أنا فيما يخصني كرة القدم أنا محسود فعلا، دعم غير عادي، الله يديمه إن شاء الله. يا رب نرفع كأس آسيا إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله الأخضر إذا كان في يظهر بالشخصية التي تعودنا عليها كما ظهر اليوم، ما في شيء يوقفنا ان شاء الله. انا اشكرك شكر خاص والله انك ما قصرت، يعني اليوم حاب تفرح انت مع الجمهور وجيت في هذا المكان. شكر ايضا لك الاخر بصراحه دكتور، انكم صراحه مع الاعلام كان في تعامل جدا جميل بصراحه، كنا نفتقد الود بشكل كبير هذا. لا ما في شك، قناتكم قناه مميزه للغايه، انا اتابع التغطيات اشوفها على الجوال تجيني في تقارير يعني من الاداره الاعلاميه. قناتكم مميزه، برنامجكم مميز، قمتم بعمل ممتاز وجبار، أشكركم شكرا جزيلا، وأتمنى إن شاء الله أنه الله يديم الأفراح والانتصارات لوطننا الغالي. يا رب أنتم تفرحون وأننا نفرح، وكلنا يعني هدفنا واحد، رفع الراية السعودية. يكفي أن ترى الفرحة في أعين الجماهير، نحن في منتهى السعادة وإحنا نشوف الناس فرحانة والناس مبسوطة هنا في روسيا، والله يرجحهم إن شاء الله إلى المملكة العربية السعودية هم مبسوطين ومنتصرين. 50,000 لكل لاعب يستحقوا اللاعبين طبعا يستحقوا كل التقدير والشكر قبل المكافآت. اللاعب والله ما يلعب عشان المكافأة، يلعب عشان اللون الأخضر والعلم الأخضر وحبه لوطنه وحبه لقيادته وحبه لبلده ولأسرته وانتمائه. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا شكرا للدكتور عادل عزت طبعا اللي تحملنا كثير بصراحة على هالأسئلة، حاولت اني انقل له يعني اسئله كثيره بصراحه تهم اللاعبين تهم الشارع الرياضي. الصوت الصوره لك بندر، تفضل. شكرا لك عبد العزيز، بالفعل اسئله مهمه وجهتها، يعطيك العافيه بحسك الكبير وبحسك الصحفي. شكرا ايضا.